قرر محمد يونس بنفسه أن يقرض سكان القرية من ماله الخاص وبدون أي فائدة، وقالهم هذه سلفة متى ما بغيتوا ترجعونها رجعوها وبدون فوائد. هذول الأربعين بدأوا يشتغلون وينتجون وبيعون في السوق. قرية كاملة تحركت $27. এখন ভালো হইছে সারা আমার ক্যাশ হইছে বাইরে জমিও রাখছি ঘরে সারা কোন দুটো দানো আসে আমি রীতিমতো কিস্তিও চালাইতে পারি. محمد يونس رجع لمدير البنك مرة ثانية، قال جبت لك حل، أنا بكفل الفقراء وأي واحد ما يسدد المبلغ أنا بدفع لكم المبلغ نيابة عنه، وهذا توقيعي. قال والله تقديرا لك يا دكتور، بنمشي الموضوع وراح نقرضهم. زاد العدد 50 بعد ذلك، ثم تضاعف إلى 150 شخص، وفي كل شهر يجون كلهم لسداد هذا المبلغ للبنك. نسبة الالتزام من أهل القرية كانت 100%، لم يتخلف أحد، ما خاب أمل محمد يونس في فقراء القرية. هذه التجربة المبهرة خلت محمد يونس يعرض على البنك أنهم يوسعون النشاط في 3 قرى جديدة، وفعلا نجحت هذه التجربة أيضا. محمد يونس شاف أنه هذه القصة المبهرة في القرى القليلة اللي تعامل معها حولت الناس من فقراء يتسولون إلى أشخاص أصحاب صنعة ويأكلون لقمتهم من عرق جبينهم. وأنه أحد أهم مسببات الفقر هي القوانين الاقتصادية الغبية اللي تكبر الفقراء. قرر يونس يؤسس بنك خاص للفقراء، وافقت الحكومة البنغلاديشية عام 1983 على إعطاء محمد يونس التصريح لممارسة هذا النشاط وتوسيع التجربة على كل بنغلاديش، وقام بإنشاء بنك جرامين، مصرف القرية. فكرة البنك أنه يقدم القروض البسيطة للفقراء دون ضمانات مالية. هذا البنك غير القروض اللي يقدمها، يقدم معها دورات تدريبية، كيف تتصرف المال، كيف تستثمر، كيف تنمي مواهبك عشان تجيب لك فلوس. محمد يونس يقول لا نستطيع محاربة الفقر ما لم نحارب الجهل. بدأ البنك بأعماله وضم مئات القرى في بنغلاديش، انتهضت الحرف والمشاريع الصغيرة في البلاد. هذا البنك كان يعطي المرأة البنغلاديشية حوافز لأخذ القروض. يقول محمد يونس إن كل المصرفيين في العالم ما زالوا إلى اليوم يحذرون من تقديم القروض للنساء حتى لو كانت مرأة راتبها عالي. يحاولون يسألون أي مرأة تجيهم أسئلة على أساس أنها أسئلة بريئة. هل ناقشتي موضوع القرض مع زوجك؟